ويلكم باك اجين لمستر. النهارده جايين عشان نزيل اللبس في الكلمات الجايه دي اللي معظم الناس مش عارفين الفرق الاساسي او بيفكروهم واحد. بس بص معايا، في ناس ما بتفرقش ما بين كلمه وان وكلمه وانس وكلمه فيرست. خلي بالك، وان ذيس از ا نمبر، ده رقم معناه واحد، يعني وان بن قلم جاف واحد، وان باج يعني شنطه واحد. اما وانس معناها مره 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 واحد، انا رحت مره القاهره، رحت مره اسكندريه، انا اكلت مره. لا مثلا، ودي دايما بتيجي يقول لك وانس ا ويك مثلا، مره في الاسبوع او كل اسبوع. وانس ا دي يعني مره في اليوم او مره كل يوم. وانس ا مانث يعني مره كل شهر او مره في الشهر. اما بقى كلمه فيرست، فيرست معناه الاول، ده عدد او بيقولوا عليه عدد ترتيبي، زي ما بتقول مثلا احمد ذا فيرست يعني احمد يكون الاول، او مثلا ايه ذا فيرست اوف مارش الاول من مارس، او ذا فيرست اوف مي الاول من مايو. يبقى فيرست الاول، وانس مره، وان رقم معناه واحد. وبالمثل برضه كلمه تو توايس سكند برضه، تو ده رقم برضه معناه اثنين، يعني تو باجز يعني شنطتين، تو بينز يعني قلمين جاف، وهكذا. اما كلمه توايس يعني مرتين، وبرضه بالمثل بتيجي معاه ادي، مرتين في اليوم، توايس ادي، توايس اويك مرتين في الاسبوع، مثلا توايس ا يير مرتين في السنه. اما سكند يعني الثاني، برضو عدد ترتيب، ذا احمد ذا سكند، او احمد كم ذا سكند يعني جه طلع الثاني مثلا في مسابقه ذا سكند اوف جون يعني الثاني من مثلا شهر جون، او ذا سكند اوف مارش الثاني من مارس، وهكذا. وبرضو خلي بالك، انا اسف هطول عليك، برضو بالمثل رقم مثلا 3 والفرق ما بين 3 وما بين thrice وما بين third برضه نفس الطريقه. 3 ده this is a number يعني رقم، معنى 3، 3 bags 3 cars 3 عربيات كده. اما بقى كلمه thrice يعني 3 مرات، وبالمثل تيجي مع a week، thrice a week 3 مرات في الاسبوع، thrice a day 3 مرات في اليوم، وهكذا. اما بقى the third يعني الثالث عدد ترتيب، احمد is the third one to come، احمد كان رقمه الثالث او الثالث يعني الشخص الثالث ان ياتي. وبرده ممكن مع الشغل نقول the third of May، الثالث يا جماعه من شهر مايو، the third of March، the third of June، وهكذا الثالث. اتمنى at the end of our video to understand everything I have just said. See you later. Goodbye everybody.